عندك isolated charged conducting sphere وبيديك الراديوس بتاعها 12 سنتي، بتقول لك ان هو السفير دي بتكرييت الكتريك فيلد of 4.9 times 10 to the power of 4 نيوتن بير كولوم at a distance 21 سنتيمتر from its center. يعني في الكتريك فيلد جاي من الكوندكتنج سفير دي بالفاليو اللي هو مديها لك دي، ماشي، عند الديستنس اللي هي 21 سنتي من السنتر بتاعها، يعني هي اوتسايد السفير ده. عايز يعرف التشارج دينسي بتاعتها، السيرفيس تشارج دينسي، وعايز يحسب الكاباستنس بتاعتها. اوكي، كاباستنس ايه يا نجم؟ ده هي كوندكتنج سفير واحده وايزوليتد كمان، يعني مفيش كوندكتور تاني مثلا او سفير تانية، فبتتكلم على ايه؟ تعالوا نشوف دلوقتي المساله دي بتتكلم على انهي كونسبت عندنا في الكاباستنس. دلوقتي رسمت السفير بتاعتي، الكوندكتنج سفير بتاعتي الريديوس بتاعها ايه اللي هو ب 12 سم اللي هو كان مديهوني، وكان مديك ان في الكتريك فيلد على بعد 21 سم من السنتر بتاعها، يعني اوتسايد الريجون اللي بره دي. ورحت انا من عندي فرضت طبعا انها هتبقى مشحونه بشحنه كيو، لان هو كمان حتى ان هو قال لك انها تشارجد ايزوليتد او ايزوليتد تشارجد كوندكتنج سفير. اوكي، بس فاللي انا هعمله دلوقتي هطبق جاوس في المنطقه اللي بره دي، وهجيب من عندها الريليشن بتاع الالكتريك فيلد، ومنها اعوض بالريديوس اللي هو مديهوني واجيب منه الكيو. فده اللي انا هعمله. اول حاجه هروح اعملها ايه؟ اقول والله ان انا هاخد سطح جاوس بحيث ان الريديوس بتاعي اكبر من الاي، ماشي، كلام سهل. هقول تكامل كلوزد انتجرال اي دوت الدي اي، الكلام ده بيساوي سيجما الكيو انسايد على الابسلون نود، ماشي. حلو، دلوقتي طبعا انت عارف سطح جاوس اللي هناخده هيبقى حاجه كبيره كده اهو، ريديوس بتاعها ايه، فهيبقى عندك الليفت هاند سايد ده بتفك الايه الاي 4 باي ار سكويرد بتساوي الكيو على الابسلون نود، ماشي. الاي بتاعتنا بقى هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي كيو على ال 4 باي ابسلون نود ار سكويرد في اتجاه الار هات، ويبقى ده هو الاي بتاعتي، ماشي. هو مديني الماجنتيود بتاع الالكتريك فيلد بتاعي عند ريديوس معين، هعوض بالالكتريك فيلد اللي هو مديوني ده وبالريديوس بتاعي ده اللي هو 21 سنتي، طبعا هعوض عنه باس اي يونت اللي هو 0.21 متر يعني، ماشي، وهجيب من الكلام ده الكيو، ماشي. بعد لما انا هعوض ده هيطلع لي الكيو بتاعتي بالفاليو دي 240.43 نانو كولوم، ماشي، دي الكيو بتاعتي. بعد ما جبت الكيو تعرف تجيب بقى الايه اللي هي السيرفيس تشارجد. السيرفيس تشارج بتاعتنا دي هتجيبها ازاي؟ والله هتقول ان السيجما بتاعتي هي هتبقى عباره عن الكيو على الاريا بتاعه السطح بتاعي ده كله، ان انا هفرض ان هو مشحون بشحنه سيجما، ماشي. فالاريا بتاعتنا بقى هنا عباره عن ايه؟ الاريا بتاعت السفير دي اللي هي عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن ال 4 باي اي سكويرد، ماشي. فده هيتفك الكيو على ال 4 باي اي سكويرد، ماشي. هتعوض بالراديوس بتاعك والكلام ده كله، وهيطلع لك في الاخر 1.33 مايكرو كولوم بير متر سكويرد، ماشي. ويبقى دي هي الشحنه بتاعتنا اللي هي اللي على السيرفس. دلوقتي بقى هو المطلوب الثاني عايز الكاباستنس. هنا بقى ايه، نبدا نبلم ونقول كاباستنس ايه يا نجم؟ هو مفيش غير كوندكتور واحد بس. الله ينور عليك، انا سامعك اللي بتقول هناك. ما هو يا باشمهندس في حاجه اسمها الستري كاباستنس. ايه هي يا شباب الستري كاباستنس دي؟ انا عندي الانفينيتي بتاعي اللي انا بعتبره اللي هو الجراوند بتاعي، الارض بتاعي، تمام. الارض دي بعتبرها كوندكتور، ماشي. فبالتالي لو انا ده السطح الاولاني للكوندكتور بتاعي، ماشي، وخدت منه كده واصله، ماشي، وده الرمز الكاباستور بتاعي، وده الارضي. الارض ده هعتبره اللي هو السطح الثاني اللي هو عند انفينيتي. فعندي هنا كوندكتور وهنا كوندكتور، فما بينهم دايلكتريك اللي هو الفاكيوم او الاير، فبالتالي بيتكون لي حاجه اسمها الستري كاباستنس بتاعتي، ماشي. هو عايز يحسب الكاباستنس دي، هو قال لك كاباستنس بس وسكت، صح. هو يقصد بيها الكاباستنس دي اللي هي اللي اسمها الستري كاباستنس. ده رمز الكاباستور بتاعي لو انتم مش عارفينه. رمز الكاباستور بتاعي هو عباره عن ايه؟ زي البارل بليد كاباستور بتاعنا، واللي هو ما بينه ايه؟ الدايركتور بتاعنا. ده رمز سيمبل بنستخدمه في السيركتس، زي ان شاء الله هنشوف مع بعض في المسائل بتاعت الايه؟ الكاباستور كونفيجريشن. اوكي، فانا دلوقتي بقى عندي سطحين، السطح الثاني والسطح الاول. تعال نشوف بقى ايه؟ هنجيب البوتنشال ديفرنس ازاي؟ بكل بساطه هتقول لي يا باشمهندس انا عارف ان الدلتا الفي بتاعتي
هي هتساوي نيجاتيف من السطح التاني اللي هو اللي عند نيجاتيف كيو، او اللي هو بالنسبة لي هنا بقى الارض، للسطح الاولاني للاي دوت الدي ال، صح؟ الاي دوت دي ال بتفكر ايه يا باشمهندسين؟ في حالة ال اللي هو السفير كباستور، او في حالة السفير عامة، هي هتبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ برافو عليكم، هتبقى عبارة عن الاي الدي ار. اوكي، وانا هنا بقى بكمل من فين لفين؟ السطح التاني ده اللي هو بعيد جدا، ده اللي هو بعتبره فين؟ بعتبره عند انفينيتي. فبالتالي هنا انفينيتي لحد السطح الاولاني ده اللي هو الريدس بتاعه كام؟ لحد ال اي. ماشي، ال اي كنت انا جايبها، هتلاقي هي دي الفاليو بتاعتها كيو على ال 4 باي ابسلون نوت ار سكويرد. طبعا الكلام ده كله هو ايه؟ هو بس فانكشن في ال ار، او اللي انت بتكامل بالنسبه لل ار. فواحد دي ار على الار سكوير لما تيجي تكملها هتبقى عباره عن نيجاتيف الواحد على الار، وفي نيجاتيف بره، ففي الاخر هتلاقي الاكسبريشن بتاعك صفصف على الشكل ده، كيو اوفر 4 باي ابسلون نود اي. ماشي، يبقى دي هي البوتنشال ديفرنس بتاعك اللي هو في اللي ايه اللي على الستري كاباسنس بتاعك. ماشي، عايز يجيب الكاباسنس بقى، خلاص قول له السي بتساوي الكيو على الدلتا الفي، وعوض بالدلتا في بتاعتك، هتلاقي كيو دي راحت مع كيو التانية، وهتلاقي في الاخر هي عبارة عن الفور باي ابسلون نود في ال A. اوكي، بس يبقى دي الكباسنس بتاعتك، وانت متأكد انها مظبوطة. ليه متأكد انها مظبوطة؟ لان هي فانكشن في الجيومتري بتاعت الكباستور، وفانكشن في الدايركتريك او اللي هو المادة العازلة اللي عندك، اللي هو في الحالة دي هي الهواء. عوض بقى بالفاليوز بتاعتك، الريديس بتاعك عوض بيه، وعوض بالابسلون نود من على الآلة، هيطلع لك في الاخر 13.35 بيكو فرد. هو ده الايه الكاباستنز بتاعتي.